لدينا الآن المهارات العامة للتصدي لأي مسألة في عملية الضرب. إذن في هذا الدرس سأوضح الكثير من الأمثلة. لنبدأ، وسوف أبدأ باللون الأصفر. لنبدأ بحساب 32 ضرب 18. ثمانية ضرب 2 يساوي 16. حسناً، سأقوم بها ذهنياً هذه المرة لأني لا أملك مساحة كافية لعمل ذلك. 8 ضرب 2 يساوي 16. ضع الواحد في الأعلى. 8 ضرب 3 يساوي 24. 24 زائد 1 يساوي 25. إذن 8 ضرب 32 يساوي 256. الآن علينا ضرب هذا الواحد، وتعني 10 ضرب 32. سوف أسطر تحتها باللون البرتقالي 1 ضرب 2، ويجب أن نكون حذرين هنا. 1 ضرب 2 يساوي 2. حسناً، يمكننا القول نضع 2 هنا في الأسفل. تذكر هذه ليست 1، هذه 10، لذلك يجب أن أضع 0 هنا. فقط أردت أن أذكركم 10 ضرب 2 يساوي 20، أو 1 ضرب 2 يساوي 2، ولكننا لأنها في خانة العشرات سوف نحصل على 20. إنها تعمل 1 ضرب 3، يجب علينا أن ننتبه لنستغني عن ما وصلنا إليه سابقا. 1 ضرب 3 يساوي 3، لا يوجد شيء نضيفه هنا، لذلك نحصل على 3 فقط. إذن لدينا 10 ضرب 32 يساوي 320. الواحد على اليمين هو 10، 10 زائد 8 يساوي 18. إذن الآن فقط نجمع العددين، قم بجمعهما. 6 زائد 0 يساوي 6، 5 زائد 2 7، و 2 زائد 3 5. تابع القيام بذلك لنحل 99 ضرب 88 الآن. سوف يعطينا ذلك عدد كبير. 8 ضرب 9 يساوي 72. ضع السبعة في الأعلى هنا. 8 ضرب 9 يساوي 72، لكن علينا أن نضع السبعة هنا، لذلك 72 زائد 7 يساوي 79. يكفي ذلك، الآن انتهينا من هذا لنقم بمسحه حتى لا نصبح مشوشين في خططنا القادمة. الآن نضرب 8 ضرب 99، لكن هذه الثمانية هي 80، لذلك نضع صفر في الأسفل هنا. 8 ضرب 9 يساوي 72. ضع السبعة في الأعلى هنا. 8 ضرب 7 يساوي 72 زائد 7 يساوي 79. 2 زائد 0 2، سأغير اللون. 2، 9 زائد 2 11، أرفع الواحد. 1 زائد 7 8، 8 زائد 9 17، 7 هنا وأضع الواحد. 1 زائد 7 يساوي 8. إذن 8712. لنتابع. لا يمكننا الاكتفاء بذلك، أليس كذلك؟ حسنا، 53 ضرب 78. أظن أنك تتمكن منها الآن. نبدأ 8 ضرب 53. 8 ضرب 3 24. ضع الاثنان في الأعلى هنا. 8 ضرب 5 يساوي 40 زائد 2 يساوي 42. إذن الآن 7، تلك السبعة هناك هي فعليا 70، إذن يجب علينا أن نتذكر أن نضع الصفر هنا. 7 ضرب 3 ونستغني عن هذه، لا نريد أن تتشوش. 7 ضرب 3 يساوي 21، نضع الواحد هنا ونضع 2 هنا. 7 ضرب 5 يساوي 35 زائد 2 يساوي 37. نحن الآن مستعدون للجمع. 4 زائد 0 4، 2 زائد 1 3، 4 زائد 7 يساوي 11،
وواحد زائد ثلاثة يساوي أربعة. إذن 4134. دعونا نرفع المستوى قليلا في الأسئلة. لدينا لنقل 796 ضرب 58. لنمزج جيدا كل ما تعلمناه. حسنا، أولا سوف نضرب 8 ضرب 796. لاحظ لقد وضعت أعداد إضافية هنا، 8 ضرب 6 يساوي 48، ونضع الأربعة هنا، 8 ضرب 9 يساوي 72، زائد 4 يساوي 76، 8 ضرب 7 56، 56 زائد 7 يساوي 63، 63. أنا متأكد أنني سأقوم ببعض الأخطاء في بعض الأحيان في هذا الفيديو، والهدف هو تحديد فيما إذا قمت بذلك ومتى. حسنا، نحن مستعدون الآن حيث يمكن أن نتخلص من هذه وهذه. الآن يمكننا ضرب 5 وهي في خانة العشرات، إنها عمليا 50. نضربها بالعدد لأنها 50 فقد احتفظنا بصفر في أسفل هنا. 5 ضرب 6 يساوي 30. نضع الصفر هنا ونضع ثلاثة في الأعلى. 5 ضرب 9 يساوي 45، زائد 3 يساوي 48، 5 ضرب 7 يساوي 35، زائد 4 يساوي 39. نحن الآن مستعدون لجمع النواتج. 8 زائد 0 8، 6 زائد 0 يساوي 6، 3 زائد 8 11، 1 زائد 6 7، زائد 9 يساوي 16، 1 زائد 3 يساوي 4. إذن 796 ضرب 58 يساوي 46168، لأن 796 هي تقريبا 800، وأي أنها 1000 تقريبا. فإذا ضربنا 1000 ب58 سنحصل على 58000. لكننا نضرب الآن شيئا أصغر بقليل من 1000 ضرب 58، لذلك نحصل على شيء أصغر بقليل من 58000. إذن العدد الناتج صحيح. لنقم بالمزيد هنا حيث سأزيد درجة الصعوبة قليلا. لنحسب 523. سوف أضرب بعدد من ثلاث خانات هنا، إذن سأضرب ب798. هذا عدد كبير من ثلاث منازل، لكن العملية ستكون نفسها تماما. وعندما تشاهد النمط ستقول يمكن تطبيق هذه الطريقة على أعداد مؤلفة من أي عدد من الخانات، لكنها سوف تبدأ تأخذ منك وقتا طويلا، وفرص الخطأ أثناء تنفيذ الطريقة سوف تزيد، لكنها نفس الفكرة. 8 ضرب 523، 8 ضرب 3 يساوي 24، نضع الاثنان هنا، 8 ضرب 2 يساوي 16، 16 زائد 2 يساوي 18، نضع الواحد في الأعلى، 8 ضرب 5 يساوي 40، زائد 1 يساوي 41، 8 ضرب 523 يساوي 4184. لم ننتهي بعد، نضرب الآن 90 ثم 700، لذلك دعونا نفعل هذا هنا. إذن هذه 90، نضع صفرا هنا، هذه إنها ليست 9، دعونا نتخلص من تلك الحسابات هنا. 9 ضرب 3 يساوي 27، 9 ضرب 2 يساوي 18، 18 زائد 2 يساوي 20،
تسعة ضرب خمسة يساوي خمس وأربعون. خمس وأربعون زائد اثنان يساوي سبع وأربعون. سبع وأربعون، دعوني أتأكد أنني فعلت هذا بشكل صحيح، دعوني فقط نراجعها. تسعة ضرب ثلاثة يساوي سبع وعشرون، كتبنا سبعة بالأسفل ووضعنا اثنان هنا. تسعة ضرب اثنان ثمانية عشر، أضفنا اثنان إلى هذا، إذا نكتب عشرون. كتبنا صفر في الأسفل واثنان في الأعلى. تسعة ضرب خمسة خمس وأربعون زائد اثنان يساوي سبع وأربعون. إذا تأكدنا وليس هناك أي أخطاء في العملية. إذ ثم أخيرا علينا أن نضرب سبعة وهي في الحقيقة سبعمائة ضرب خمسمائة وثلاث وعشرون. عندما كانت مجرد ثمانية فقط بدأنا نضرب، وعندما كانت تسعون كنا نتعامل مع منزلة العشرات ووضعنا صفرا هنا، الآن نتعامل مع المئات، سنضع صفرين هنا. ولذلك لدينا سبعة، ولنستغني عن كل شيء هنا. سبعة ضرب ثلاثة واحد وعشرون، نضع واحد هنا ونرفع الاثنان للأعلى. سبعة ضرب اثنان يساوي أربعة عشر، أربعة عشر زائد اثنان يساوي ستة عشر، ونضع الواحد هنا. سبعة ضرب خمسة يساوي خمس وثلاثون زائد واحد يساوي ست وثلاثون. الآن نحن مستعدون لجمع الكل، ونأمل أننا لم نقم بأي أخطاء بدون انتباه. إذن أربعة زائد صفر زائد صفر، هذا سهل، أربعة. ثمانية زائد سبعة زائد صفر، خمسة عشر. واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة. أربعة زائد سبعة زائد ستة، ما الناتج؟ أربعة زائد ستة عشرة، زائد سبعة سبعة عشر. وبعد ذلك لدينا واحد زائد أربعة يساوي خمسة، زائد ستة يساوي أحد عشر، لنحتفظ بالواحد. واحد زائد ثلاثة يساوي أربعة. إذن خمسمائة وثلاث وعشرون ضرب سبعمائة وثمان وتسعون يساوي أربعمائة وسبعة عشر ألفا وثلاثمائة وأربع وخمسون. الآن نتحقق للتأكد، هذه لحظة الحقيقة، لنرى إذا كنا نملك نفس الناتج. خمسمائة وثلاث وعشرون ضرب سبعمائة وثمان وتسعون. حسنا، لحظة الحقيقة، ليس علي أن أعيد تسجيل العرض هذا، إنها 417,354.